صباح الخير مشاهدينا، ويومكم سعيد، كل طاقة، كل حب، كل سعادة. نلقاكم بحلقة جديدة من صباح الشرقية. صباح الخير ضحى. صباح الورد والحب على تشرلا وعلى كل متابعينا. يوم جديد وحلقة جديدة من صباح الشرقية، أهلا وسهلا بكل من ينضم له. خلونا نبدأ حلقتنا اليوم بأبرز وأهم العناوين. يختلف مفهوم السعادة من شخص لآخر، فقد يسعد الإنسان لشيء يعد لدى غيره عادياً. رح نتعرف على مختلف الآراء حول السعادة باستطلاعنا اليوم من سليمانية. التمارين الرياضية هي شكل من أشكال العلاج للعديد من مشاكل الصحة العقلية. رح نتعرف أكثر على مفهوم ارتباط الرياضة بالسعادة مع المدربة الرياضية بيلا عادل من أربيل. شاب من الديوانية، فقدان بصره لم يمنعه من بيع الجرائد لشعوره بالسعادة وحبه لهذه المهنة منذ سنوات طويلة. يرغب الكثير من الناس بتعلم طريقة صنع الشوكولاتة رغبة منهم لإعدادها في المنزل، ولهالسبب بحلقتنا لليوم راح نستعرض وياكم كيف تتم صناعة الشوكولاتة من أحدى المصانع بالعاصمة بغداد. ومن بغداد مباشرة مع أحدى المكتبات للتعرف على روادها وأكثر الكتب قراءة مع تبارك. هاشتاغ حلقة اليوم: ما الشيء الذي يشعرك بالسعادة عندما تشتريه؟ يعني اليوم أحس الأجوبة ضحى راح تكون اليوم فل حماس رولا. اليوم حلقة يعني كلش أنا أعتقد نارية، لأن هذا الموضوع شاغل بال الكثيرين اليوم، وهدف يعني أعتقد هذا هدف إلك وإلي ولكل الناس اللي هسه يشوفون أن يكونوا سعيدين بحياتهم. بس أنا قبل ما يعني أروح لأي شيء ثاني أحب أسألك أنت هذا السؤال رولا، شنو الشيء اللي من تشتريه تحسين بسعادة؟ شوفي، احيانا مو الشيء اللي احنا نشتريه، دائما كل فتره يصير عندنا شيء يحب نغير جزء من حياتنا به. بس يعني عن نفسي يمكن راح اقول لك الجواب اخر الحلقه، ممكن خليها حتى ما حد يغش، ونشوف نشوف الناس راح يشاركونا باجوبتهم، ان كان على صفحه انستغرام الشرقيه، واكتبوا لنا اجوبتكم وارائكم، كونوا جدا صريحين. طبعا لازم اذكركم انه الباركود راح يظهر باسفل الشاشه، او ظهر بالاحرى من اتجاه رولا. اوكي، دائما افتحوا الكاميرات مالتكم وجهوها باتجاه الباركود اللي راح يطلع او الكيو ار، ومن بعد ذلك راح تشوفون الكاميرا دايركت تنقلكم للانستغرام على سؤال حلقتنا حتى تقدرون تجاوبونه. طبعا هذا كله في سبيل انه نخلي التواصل اسهل واسهل. نريد نسمع اجاباتكم ونستمتع بها باخر الحلقه. وضحى بعدين شغله هسه، الجو دائما الى علاقه بالسعاده طبعا اكيد، فاليوم راح نشوف الحاله الجويه. طبعا اكو ناس تسعد بالجو البارد واكو ناس تسعد بالجو الدافي، انا بالنسبه لي احب الجو الدافي بصراحه، ما اعرف بعد تعودنا عليه ونحبه واموره طيبه يعني. اذا خلونا ناخذ جوله حول ابرز درجات الحراره اليوم بالعراق، نبدا ببغداد. درجة الحرارة طبعا الجو مشمس، درجة الحرارة 18 درجة مئوية، درجة الحرارة الصغرى 13 درجة مئوية، أما العظمى فقد بلغت 19 درجة مئوية. أما بالنسبة لسرعة الرياح فهي 3.6 للساعة الواحدة، ومعدل الرطوبة لليوم بلغ 34%. نروح للموصل.
درجة الحرارة 13 درجة مئوية، طبعا اليوم الجو غائم وممطر في الموصل. درجة الحرارة الصغرى بلغت 10 درجات مئوية، أما العظمى فقد بلغت 14 درجة مئوية. بالنسبة لمعدل الرطوبة فهو 67%، أما سرعة الرياح فقد بلغت 3.48 للساعة الواحدة. نروح للبصرة. درجة الحرارة بالبصرة 17 درجة مئوية، الجو غائم نوعا ما، نقدر نقول انه درجة الحرارة الصغرى 14 درجة مئوية، اما درجة الحرارة العظمى فقد بلغت 22 درجة مئوية. بالنسبة لسرعة الرياح للساعة الواحدة فهي 3.9، اما بالنسبة للرطوبة فهي 82%. اعتقد الرطوبة شوية عالية بالبصرة. نختمها بأربيل. درجة الحرارة 12 درجة مئوية في أربيل، الجو غائم ممطر، هناك أمطار، لازم الناس يجهزون القبابيط مالتهم والمظلات. درجة الحرارة الصغرى 9 درجات مئوية، أما العظمى فقد بلغت 12 درجة مئوية لهذا اليوم. بالنسبة لسرعة الرياح فهي 7.2 للساعة الواحدة. وأخيرا معدل الرطوبة بلغ 76%. شلون الأجواء وياك رولا؟ جدا حلوة، محبة للجو الدافي قلتي لي، يعني تعودنا عليها. شوفي وبعدين هم يعني أجواء البرد هم تعطينا نوع من السعادة، خصوصا الخريف، يعني دائما البلدان اللي يكون بها أكثر من طقس أحس أنه الناس متجددين أكثر. صحيح، يعني هذا الشيء يعني جداً شوفي هو التجدد شيء من الأشياء اللي يخلينا سعيدين في حياتنا، فإحنا دائما وأبدا لازم نكون حريصين أنه نطلع شوية ونكسر من الروتين قد ما نقدر. الفكرة همتين موضوع الجو انه مرتبط هواي بمزاجنا، مثل ما انت قلتي شتاء الناس شوية متكئبة قاعدة بالبيت ضامة نفسها، اما شوية يمكن الجو الثاني الربيع لما يكسر الجو والناس تقدر تطلع تغير جو اجواها غير. صحيح فعلا، ولهذا السبب تتعدد المفاهيم اللي وضعت سواء من الجهات المختصة في المجال الفيزيولوجي أو بمجال الطاقة الإيجابية حول مفهوم السعادة. فمنهم من عرفها على أساس بيولوجي بحت، أي على أنها تنتج عن هرمون معين في الجسم يطلق عليه اسم هرمون السعادة. ومنهم من يرى أنها تتعلق بالحالة المزاجية للشخص واللي تتأثر بشكل مباشر بالعوامل الخارجية. خلينا نعرف أكثر عن هذا الموضوع من خلال التقرير التالي من سليمانية، ونشوف اختلاف الآراء حول مفهوم السعادة بشكل عام، ونرجع لكم. السعادة يعني أكمل حياتي اليومية، مثلاً أبدي الصبح يعني أقعد 7 الصبح أتريق وهذا، ومثلاً عندي شغلات أروح أكملهن، ويعني الظهر أو شيء أجيب مسواق للبيت أو شيء، هو يجعل حياتي سعيدة عن طريق إنه أخلي يومي منجز، مثل إنه أساعد أهلي أو مارس هواياتي اللي هي مثل إنه أقرأ كتاب أو مثلاً أمارس رياضة أو أتعلم لغة جديدة أو أعزف الجيتار، وهي هاي الأشياء اللي تخليني أشعر بالسعادة. أولاً العبادة، ثانياً أطلع البيت الذي ساكن به أنظف داير ما دايره، ألم الأوساخ هذا، أرجع أكل ريقي، وإذا أتريق حتى الصحون اللي أكل بها أغسلها بيدي، أحس بشعور وحب لما أعاون بيتي لأنه بعيد عن الكبار. إذا يوم من الأيام يعجبني أقعد متواضع، ما أقعد نافخ نفسي على شنو، لأن الحياة والإنسان سبحان الله العظيم إلى أي يوم يروح، بينما الذكرى تبقى عمله. نطلب من الله العفو والعافية لنا ولكم وللجميع ولهذا البلد، الله يجعله بخير إن شاء الله. الخطوات السعادة يعني هي يعني إنسان أنا يوم طلعت الصبح العملي أكون مخلص بعملي، خلصت الواجب العائلي أخلصه مثل ما يقول، أقضي حاجة الناس، يعني أنا حسب إذا كنت موظف أو كنت مثلا عندي فت شغلة يعني مثل ما يقول كاسب، زين أكون صادق مع الناس، أكون يعني عامل الناس باحترام،
هاي وحده. الشغله الثانيه بعد العمل راح تتوجه للبيت، البيت اكيد لازم تعامل عائلتك كل احترام وتقدير، تشوف عائلتك اذا كنت متزوج تعامل زوجتك كل احترام وتقدير، واذا كنت ما متزوج تعامل ابوك او امك او اختك او اخوك الصغير او ابنك بكل تقدير واحترام. راح تبني العائله على بناء صحيح، راح تكون هي هاي سعاده الانسان. الشيء اللي يخليني سعيد ان اذهب الى الرياضه انجزها ونخرج انا والاصدقاء، نخرج في الكوفي او هذا الشيء اللي يخليني سعيد. اللي يخليني اكون سعيده هو تنظيم وقتي بشكل يومي. اول شيء ابدا بالفطور، بعدين اروح للجيم للرياضه، وهاي خطوه كلش مفيده، وبعدين اكمل العمل. اكيد هي لمة العائله وزياره الاقارب او الاصدقاء، ممارسه الرياضات مثلا كره القدم باليوم ساعه، وهو يعني عدة أشياء يعني نعم تخليك سعيد يعني بيومك ويخلص يومك. المولات تطلع ويا أصدقائك، كمل عملك على أتم الجاهزية، ما تخلي نقص تقصير اتجاه عائلتك أو اتجاه أهلك أو اتجاه يعني حتى أصدقائك المقربين اللي يودونك واللي يحبونك. يعني فعلا ضحى حبيت الاجابات، وخصوصا واحده من الاجابات كانت على انه انظف الاماكن العامه بالضبط، فيشعر بالسعاده بس يسوي هالشيء. يعني فعلا اجابه حلوه وغير متوقعه حتى. تدرين رولا، هي النظافه وحدها سعاده يعني. صحيح. حول هذا الموضوع خلينا نستضيف او تنضم لنا الدكتوره هبه الصفر اختصاصيه الطب النفسي. صباح الورد والسعاده عليك دكتوره. أهلاً عني، صباح الخيرات عليكم وعلى كل مشاهدين قناة الشرقية، أهلاً وسهلاً. أهلاً بي، سعيدين بانضمامك ويانا. ما هو مفهوم السعادة في علم النفس دكتورة؟ يمكن هذا السؤال أول سؤال يخطر للناس لما نجيب سيرة السعادة، شنو هي السعادة؟ صحيح، يعني السعادة يمكن هو اللي نقول عليه السهل الممتنع. يعني إحنا زقد أحياناً كلنا يمكن في وقت من الأوقات في لحظة من اللحظات نشتكي إنه إحنا مو سعيدين، إنه حياتنا مو سعيدة. بس هو واحد لو يفهم هو شنو هي السعادة، يعني شنو أني اللي أحسه حتى أقدر إنه أني سعيدة أو مو سعيدة. يعني هي السعادة مو شرط إنه أني أشعر بالفرح أو البهجة الزايدة، يمكن هي بس مجرد إنه أني أكون راضية، انه اني اكون مستقره نفسيا، مرتاحه نفسيا. هو يمكن هذا المفهوم الاقرب للسعاده، مو شرط هو الوصول الى البهجه والفرح، هو يلا نعتبر انه احنا سعيدين. فهو حتى شكوانا المستمره انه احنا مو سعيدين، مع انه جائز اني مرتاحه نفسيا بس اني دا افكر انه اني مو سعيده لانه اني مو مبتهجه 24 ساعه. وطبعا هذا يمكن انه من الصعب جدا انه واحد يكون مبتهج 24 ساعه، اكيد الحياه اكيد دكتوره. وبعدين يمكن انه انت تطرقتي الموضوع اللي هو كانه السعاده عباره عن نتيجه لاشياء معينه، هو نوصل لمرحله انه هذه نتيجه. فيمكن العوامل الاساسيه اللي مثل ما ذكرتيها جابتني السؤال اللي هو اكثر عن الثقه بالنفس وتقدير الذات، ومن الممكن انه شو تكون سبب وصول للسعاده. شو هي الاسباب الثانيه اللي تزيدنا بالضبط السعادة؟ هي شنو الخطوات بالضبط، شنو الخطوات اللي اني المفروض اتبعها حتى احس انه اني سعيده. اهم شيء انه مثل ما انت ذكرتي هو تحقيق الذات. يعني انا ايش قد ما اشتغل على نفسي، ايش قد ما اشتغل على اهدافي، ايش قد ما احس انه اني دا اوصل للشيء اللي انا مخططته لنفسي، دا اكتفي او استقل بنفسي عن الاخرين. فهو هذا بالضبط، هذا تحقيق الذات اذا وصلت له. طبعا تحقيق الذات هو يختلف حسب المرحله العمريه، يعني يمكن انا مثلا من يكون عمري 20 سنه اكيد اريد اوصل لفد ليفل معين، من يكون عمري 40 سنه يجوز اريد اوصل لليفل اخر.
فأنا حسب المرحلة العمرية ما أجهد نفسي أنه أنا بمرحلة عمري 20 سنة أنا أكون مثلا أريد يكون عندي بيت وسيارة، وإذا ما حصلت بيت وسيارة معناتها أنا ما أحس بالسعادة. لا، خلي تكون أهدافنا مقاربة للمرحلة العمرية اللي إحنا بيها حتى نوصل إلى مرحلة القناعة. شيء هو يجر شيء آخر. إذا وصلنا، إذا خلينا أهداف مناسبة لوضعنا، يعني ما نطمح بشيء بعيد، فأكيد بالنهاية راح نحقق الهدف وإحنا واصلين إلى مرحلة القناعة والرضا، لأنه القناعة هي السبب أيضا رئيسي للوصول إلى السعادة. متى ما اقتنعتي بالشيء اللي أنت تملكيه، ومتى ما اقتنعتي بالأهداف اللي أنت تريدين توصلي لها، أكيد راح توصلين إلى الـ السعادة. طيب. طبعا أكيد الدكتور، الأشياء الأخرى اللي أيضا ممكن توصل. نعم، السؤال اللي ممكن يتبادر همات لأذهان الكثيرين، لما إحنا دا نقرأ اليوم كثير شعارات تقول السعادة قرار، الإيجابية قرار، أنك تكون سعيد بحياتك هذا قرارك الشخصي، فهل هذا الكلام هو صحيح؟ شلون نقدر نتخذ هذا القرار؟ صحيح، هو صحيح إلى حد ما صحيح. ليش؟ لأنه أنت حتى توصلين للسعادة لازم شنو يكون، شنو اللي المفروض انه انت تسوي؟ انه انت تبحثين عن الاشياء الايجابيه، او تصير عندك نظره تفاؤل، تختلطين بالناس الايجابيين، خلي يكون تفكيرك ايجابي. فاكيد طبعا هذا قرارك انت، يعني السعاده معديه، المشاعر بصوره عامه معديه، يعني انا اذا اقعد يم انسان سعيد لا اراديا لا شعوريا انا راح احس بالسعاده، اما اذا اقعد يم انسان سلبي او انسان يلد لي طاقه سلبيه يعطيني افكار سلبيه، فقطعا انا بالنهايه راح اشعر بالحزن، او راح اشعر بالسلبيه، راح اشعر بالقلق، راح اشعر بالتوتر. فقرارك انت انه انت تريدين تكونين انسانه سعيده، خلاص صيري ايجابيه، فكري بطريقه ايجابيه، حبي الحياه، أخذي الأمور ببساطة، واحد يبتعد عن القلق، يتخلص من السلبية. يعني أكو إحنا دائما ننصح بالطب النفسي بتمرين اسمه نسميه صفاء الذهني أو إدراك الذات. من الجيد جدا إنه أنا بنهاية اليوم أخلي لي فد ساعة ساعتين بنهاية اليوم أصفي ذهني، أقعد ويا نفسي أشوف إنه أنا شنو الأشياء اللي حققتها خلال اليوم، خلال هاي 24 ساعة اللي فاتت، شنو الأشياء اللي أريد أسويها باكر. أصفن، يعني هي مجرد إنه أنا أصفن أمارس فد هواية معينة، أحاول إنه قدر المستطاع أتخلص من الشحنات السلبية اللي موجودة عندي، من الشحنات السلبية اللي أنا اكتسبتها خلال اليوم. لأنه أكيد أنت قد ما تكونين إنسانة إذا تشتغلين بمكان زين، أو قد ما تكونين إنسانة مثلا مرتاحة ماديا، مرتاحة بحياتك بكل مفاصلها، بس لازم ضروري إنه أنت راح تتعرضين إلى مطبات خلال اليوم ممكن تمدش بطاقة سلبية. فإذا ما حاولتي إنه تتخلصين منها بنهاية اليوم وتنامين وأنت مرتاحة، أكيد طبعا ثاني يوم راح تحسين انه انت قلقه، راح تحسين انه انت متوتره، وطبعا اذا قعدتي من بدايه اليوم انت قلقه ومتوتره، فاكيد راح تكون راح يكون الاحساس بالسعاده والاحساس بالارتياح بعيد عنك. تمام دكتوره، كل هالنصائح الحلوه وكل هالمعلومات الحلوه انه احنا بدنا نشتغل على نفسنا، يعني احنا صار عندنا سلاح السعاده، صار عندي قادره اني ابدي بيومي، لكن شلون ممكن احنا نصدر السعاده؟ يعني شلون ممكن اني اخلي الشخص اللي عايش وياي او زملائي بالعمل او الشخص اللي اشوفه من بدايه نهار الى اخره، شلون ممكن انطيهم هذه السعاده؟ لانه بالاول وبالاخير تعتبر السعاده معديه، ويمكن هذا احلى شيء معدي ممكن يكون. بالضبط، صحيح. ما هو نفس الشيء اللي حكيناه بالبدايه، قلنا انه واحد قد ما يكون متفائل، قد ما يكون ايجابي، زين، ايش قد ما راح ينطي سعاده للاخرين، او ايش قد ما راح ينطي ايجابيه للاخرين، وايش قد ما راح يجذب اشخاص ايجابيين له. يعني بالمطلق انت لما تكونين متفائله او تاخذين الامور ببساطه، ما تتعصبين، ما تتوترين على كل شيء، فاكيد بالنهايه حتى الاشخاص اللي حواليك هم راح يكونون مثلك، راح تجذبين انت او انت راح تنجذبين. يعني هو فتشي يعني ذو حدين، انه انت تجذبين الاشخاص الايجابيين الك، والاشخاص الايجابيين هم ينجذبون الك اذا انت كنتي ايجابيه. فهو هذه الطريقه الوحيده اللي ممكن انه تصدرين بها السعاده، ايش قد ما يكون تفكيرك ايجابي، وايش قد ما تاخذين الامور
ببساطه قد ما راح تكونين انت مثل ما نقول احنا بالعاميه شركه حلوه، فقد ما تكونين بسيطه قد ما راح تصدرين السعاده للاخرين. شكرا جزيلا لك دكتورة هبة، صراحة كلامك اليوم في هذا الصباح ما هو إلا جرعة سعادة، نتمنى الجميع أخذ هذه الجرعة واستمتع بها، ويا ربي باقي النهار يكون سعيد. شكرا لك دكتورة، ممتنين. ننتقل إلى الهاشتاج مالتنا ونذكر بيرولا، الشيء الذي يشعرك بالسعادة عندما تشتري. والله واحد محتار والناس فعلا كل واحد شيء، بس أكثر من هاشتاج صراحة حبيته اليوم، أول شيء الهدية للفقراء، يعني جدا حبيتها فعلا، حلو نفرح غيرنا طبعا. غير الأكل والملابس، خصوصا الأكل، يعني فعلا إحنا الفقرات اللي عندنا اليوم من أنا قريت هواي ناس أندومي وأكل و أنا القهوة همين تشعرني لما أجيب قهوة أشتري قهوة إيه؟ دائما تعطيني سعادة. حلو ممتاز. طيب اكو تشيبس ليز هماتي انا كذا واحد قاعد بنفس الكلام. ادوات الرسم، طبعا ادوات الرسم ذكرتني بالتقرير اللي تابعناه، اكو وحده ذكرت قالت اني لما اشتري شيء يخص هوايتي او يطور من هوايتي اكون جدا سعيده. بصراحه هاي من الشغلات الحلوه، الانسان من يمارس هوايته يفرغ طاقه سلبيه ويكتسب طاقه ايجابيه ويشتري هاي الشغلات حتى يتونس ويسعد نفسه. بعد اكو موطه آيس كريم، الآيس كريم أكو هواي ناس يقولون إن الحلويات تخليهم يعني تخلي مزاجهم متغير، وكنا نتناقش أنا ورولا قبل الحلقة عن الشوكولاتة، الموضوع يمج بعد. تيماء كيفك اليوم؟ شلونك اليوم؟ يعني اريد اعرف ايش قد نسبة السعادة بقلبك؟ كثير سعيدة صراحة بوجودكم أول شيء أكيد. شكراً جزيلاً. دائماً بتصبح فيكم. كل يوم ها؟ ما مليتي؟ لا ما مليت، لحد الآن ما مليت. لحد الآن لا. إن شاء الله يا رب تكون أخبار اليوم بها جرعة كبيرة من السعادة المتابعين. إن شاء الله. خلينا ننتقل إلى الأخبار مع تيماء. والآن مشاهدينا لمجلس الأخبار، وفي خبرنا الأول، المفوضية العليا للانتخابات في العراق تتراجع عن موعد 6 حزيران للانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد، وتقترح المفوضية في كتاب أرسلته إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اعتماد يوم 16 من تشرين الأول 2021 موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق. تتفاقم جرائم السرقة في بغداد باستخدام الدراجات النارية غير المرخصة، فيما يقول شهود أن الحقائق النسائية أبرز أهداف هذه الظاهرة، وكثفت شرطة بغداد دورياتها بحثا عن مشتبه به في عدد من هذه الجرائم. مواطنون في ديالى يبدون قلقهم إزاء وصول التهديدات الأمنية إلى مراكز المدن التي سجلت 7 خروقات فوق المتوسطة خلال 10 أيام أسفرت عن استشهاد وجرح العشرات. ويقول سكان خانقين وجلولاء والعظيم والمقدادية أن إشراك العشائر بمسك الأرض المحررة يسهم في تحسين الوضع الأمني بشكل كبير وفاعل. أغلق مسؤولو إنقاذ القانون الأمريكيون مباني الكونغرس المحلية في أنحاء البلاد تحسبا لاحتجاجات عنيفة محتملة
من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب، وعبأت أكثر من 12 ولاية حرسها الوطنيين للمساعدة في تأمين مبنى الكونغرس بشكل ولاية في أعقاب تحذير مكتب التحقيقات الاتحادي FBI من احتجاجات مسلحة قبيل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الأربعاء المقبل. غيب الموت الراقص ومصمم الرقصات الأرجنتيني خوان كارلوس كوبسا الذي يعتبر أسطورة التانغو، الذي توفي عن عمر 89 عاما بسبب مضاعفات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد على ما أعلنت عائلته. واشتهر خوان كارلوس المولود في 31 من أيار مايو 1931 في بيونس آيرس بأنه جعل من رقصة التانغو أسلوبا كاملا للرقص، ونقل هذه الرقصة الشعبية إلى أهم المسارح العالمية. فوجئت لاعبة التنس الروسية يوليا التي تخضع للحجر الصحي مع 46 لاعبا ولاعبة آخرين في مدينة ملبورن الأسترالية تمهيدا للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بوجود فأر في غرفتها في الفندق الذي تقيم به. وبعد وصولها إلى غرفتها طلبت، والتي تعد طبعا مصنفة من 28 عالميا، الانتقال إلى غرفة أخرى لأنها تقول أنها لم تحصل على أي مساعدة بسبب إجراءات الحجر الصحي المطبقة في المكان خوفا من العدوى بفيروس كورونا المستجد السريع الانتشار. في مسعى للحد من خطر تفشي كوفيد-19 في الثكنات، قرر الجيش السويسري تغيير شكل التجنيد العسكري هذا العام لآلاف المجندين الجدد ليصبح خدمة عسكرية من المنزل. وفي هذا العام يتعين على حوالي 15,000 شاب سويسري من الجنسين إجراء الخدمة العسكرية، لكن خدمة آلاف من أصل 15,000 هذا العام لن يدخلوا إلى الثكنات، بل سيباشرون تدريبا من منازلهم مدته تصل إلى 3 أسابيع، وسيقوم هؤلاء بما يشبه خدمة عسكرية عن بعد. كذلك تشمل هذه الخدمة العسكرية غير الاعتيادية 4 ساعات من التدريب الرياضي أسبوعيا من طريق تطبيق خاص. أصبح لاي تشي واي أول رجل في هونغ كونغ يتسلق أكثر من 250 مترا من واجهة ناطحة سحاب وهو مربوط بكرسي متحرك، حيث استغرق أكثر من 10 ساعات للتحقيق هذا الإنجاز من أجل جمع تبرعات لذوي إصابات الحبل الشوكي. وبهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الموجز، وأكيد عجبكم آخر خبر. آخر خبر أنا دائما أحبه، ولا وحتى مو بس آخر خبر، حبيت الأخبار اليوم أنه تغيرت مفهوم السعادة عند الناس. إن كان واحد ممكن يشتغل من البيت، ممكن يتدرب من البيت، ممكن صار في سهولة أكثر، صار في سهولة فعلا، صارت الحياة أنه شلون ممكن نكون سعيدين اكثر. وحتى موضوع التسلق بالرغم من التحديات اللي عنده، انه فعلا اكيد هذا الشيء مبادره صراحه كثير حلوه كانت منه. شكرا كثير لكم صبايا. شكرا تيما. بالضبط، السعاده رولا موجوده بالخدمه، يعني بخدمه الناس، خدمه المجتمع، صحيح. مساعده الناس الضعفاء، هذا كلها اشياء تخلينا سعيدين. نرجع للهاشتاج مالتنا مشاهدينا، خلوني اذكركم ب ما الشيء الذي يشعرك بالسعاده عندما تقتنيه او تشتريه. شوف الإجابات هارو، لا الإجابات يمج. طبخ، حبيت الجواب هنا، قالين الطبخ، يعني طلعنا شوية الأكل رحنا للطبخ، فعلا الطبخ يسعد الناس. هو الناس يعني أسمع من عندهم هذا الكلام، يعني أنه خلاص تنفصل عن الحياة. ملابس وأكسسوارات بالنسبة للبنات، أعتقد كل الاهتمامات الأنثوية من مكياج، تروح للصالون، تشتري جنطة جديدة أو ملابس، شوبينج، كلها يعني تغير من نفسيتهم وتخليهم سعيدين. لكن الرجال مسكين اللي يدفع، أو الأب اللي يدفع، هو اللي يكون متضرر. خلينا احنا ننتقل اليوم الزين. زين صباح الخير ويا سامعني. يسعد صباحكم، صباح الخير وسعادة عليك رولا وضحى. صباح الورد. انه هسه ضحى جابت سيره انه شنو اللي ممكن يسعدنا، انت شنو اكثر شيء يسعدك؟ يعني شنو تجيب لك الطاقه والسعاده؟ ما راح اقول لك ايش تحب تشتري، شنو اللي طبعا يسعدك؟ اكو هواي شغلات، ممكن تكون السفر واحدة من الشغلات اللي تخليني اكون سعيد، او من اكون اصلا مرتاح من ما يكون عندي شغل. زين، انا اكو سؤال ببالي كان توني قبل شوي دا افكر بيه من شده على الطقس، فكنت دا اقول انه
زين يعني السؤال انه الجو عندكم باربيل خضار سهول وديان جبال اشياء طبيعه، فهل لما انت تكون متضايق لما تطلع تشوف الجبال والاماكن الخضراء هذه بالفعل تتغير نفسيتك؟ لان احنا هنا بدبي كلها عمارات وبنايات، الموضوع ماخذ طابع يعني طبعاً مودرن اكثر ارتفيشال صح. الموضوع اكو هواي اشخاص يعني المود مالتهم يتغير او المزاج يتغير ويا الجو. طبعا احنا يعني لحسن الحظ احنا موجودين بمنطقه اكو يعني مو بعيده من عندنا جبال، الخضار موجود، حتى الجو هالسنه دا اشوف حتى الشتاء قام يعني يصير مشمس، فاكيد يعني هذا الشيء يخلي يغير من نفسيه الشخص حتى اذا كان هو متوتر او ضايج، بس يطلع يشوف هيك جو، يشوف الخضار، يشوف الاشجار، ف يعني تتغير نفسيته. تمام. وشو موضوع، انا اعرف انه انت موضوع الرياضه لما حكينا به اخر مره، هل فعلا لاحظت انه من يوم حلقه الرياضه لليوم انه فعلا بتحس نفسك شويه ما مرتاح او شيء، تروح للرياضه وتحس نفسك سعيد اكثر؟ لا لا، اني بلشت هسه اروح الرياضه، ف التزمت من اخر مره، يعني التزمت يوم الالي الرياضه اللي اليوم راح نحكي بيها، ف فهذا الشيء همنا راح نحكي بيه اليوم، ويعني نشرح للمشاهد انه شلون الرياضه همنا لها يعني هي عامل مساعد جدا حتى تغير من نفسيه الشخص، وايضا تقلل التوتر والتعصب اللي يكون عند بعض الاشخاص. كلش ممتاز، شكرا جزيلا زين. وخلينا نروح الاربيل وياك تاخذ نفر يعني جوله باهم الاشياء والفقرات اللي انت محضرها لنا. شكرا لك ضحى ورولا. طبعا اليوم مشاهدينا اول شيء صباح الخير عليكم السعاده. اليوم راح ناخذكم بجوله الى تقاريرنا اللي تحكي عن السعاده وشلون واحد يقدر يصنع السعاده لنفسه حتى اذا هو كان مدى يعيش السعاده. فببدايه تقاريرنا راح نروح الى مدينه الديوانيه حتى نتعرف على شخص حب المهنه اللي هو دا يشتغلها اللي هي بيع الجرائد. هو عنده بصيه صغيره بديوانيه وحب يستمر عليها من عام 1986 ولحد هسه، برغم من التطورات اللي صارت من التكنولوجيا، مواقع التواصل الاجتماعي، هو ما حب يغير مهنته لانه هو بالفعل يحب هاي المهنه. وطبعا ممكن هذا الشيء همنا يصنع السعاده، فخلينا كنا نروح الى الديوانيه ونشوف هذا التقرير سوا. بيع الصحف عام 1986، كان عمري 8 سنوات، وانا احب هاي المهنه واعشقها، وكان قبل اقبال على بيع الصحف، وكان شغف من الناس على بيع الصحف وعلى قراءة الصحف، وكانت الصحف بالثمانية تسعة تخلص ما تبقى، يعني ايام زمان من 86 لحد 90 ايام الحصار، حتى 2003 لحد 2014 بعد يعني توقفت بيع الصحف، يعني مو توقفت يعني قلل بيع الصحف على شغف الصحف، ابيع الصحف يعني شريت انا الجوال، شريت جوال لان قبل كان صحف قليله تقريبا عدد اصابع اليد، يعني كانت الساعه ب 8 ب 12 خاصه، يعني قبل السقوط كانت الصحف الاسبوعيه 10 واليوميه 7، اكثر بيع بعد قبل يعني كانت جهه الثوره، جمهوريه، قادسيه، عراق، بابل، بعد الرياضي، خاصه كانت بعد الرياضي يعني كان عليه اقبال يعني مطرح النظر، يعني بالتغيير 2003 بلغ عدد الصحف اكثر من 1600 1700، يعني 1700 صحيفه، يعني حتى بعد ما يقدر نمشي على الصحف لان كثره كانت اصدار الصحف، يعني حتى 2014 بدات الصحف تقل بعد التقشف. والله
انا اعرف حسن من عمره 18 ونجي ناخذ من عنده جرايد حتى للوليد هاي جرايد انواع يعني مو نوعين يعني قديم ولحد الان هو بعد يبيع جرايد يعني شو ايش قد هاي سنين مرت لحد الان على شغلتهم هم هذول من زمان يبيعون وسوى بس حسن هنا عندنا ظل يبيع شالوا حتى قبل يبيعون بالشوارع بالشارع العام هسه بس هو يبقى قاعد يبيع هي جواله هي والله استاذ انا عندي زبائن كثيرين الان تعرف انا بايع صار 1986 فانا عندي شريحه المثقفين الاساتذه المدرسين المعلمين المتقاعدين فيجون اكثر شيء يصيرون على الرواتب زياده الرواتب المتقاعدين الموظفين اكو ناس رياضيين يعني يجون من اخبار الدوري العراقي اكثر شيء تبع اخبار الدوري العراقي اكو الدوري الاسباني واكو شيء على زياده من خبر التقشف الاخر شيء مال الاختراف صار اقبال على الصحف يعني قاموا الرواد يسالون على الاختراف الداخلي زمان من 86 لسه ما انقطعوا عليه حتى عندي زمان برا يسالون علي يعني يخابروني يعني اكو بي مهاجره برا يخابروني يعني وعندي زمان لسه عندي زمان من 90 بعد التغيير عندي زبائن هواي استاذ. استاذ انا كنت ابيع صحف، كنت ابيع صحف. يعني اكثر شيء يعني فين جيت زمان، جيت الصباح، جيت المدى، اكثر من 2000 نسخه. اكثر من 2000 نسخه يعني خاصة من 2003 ل 2014. كان اقبال الصحف غير نظري يعني. رجعنا وياكم مشاهدينا ورا ما شفنا هذا التقرير من مدينه الديوانيه. طبعا حسن هو مثال من هواي امثله احنا عندنا بالعراق. اكو هواي اشخاص ما يتركون مهنتهم لانه مهنتهم هي سبب سعادتهم. نشوف هواي مرات نسلط الضوء بتقاريرنا على اشخاص اللي يسوون الحرف اليدويه اللي هم من زماناتها باقين على هاي المهنه، واليوم بالرغم من التطورات اللي تصير هم مستمرين ومكملين على هاي المهنة. طبعا مشاهدينا نذكركم بهاشتاج لحلقة هذا الصباح اللي هو شنو أو من هو أول شخص راح تقول له بخبر مفرح أو سعادتك بخبر ما، فاكتبوا لنا بالتعليقات حتى احنا نقراها بنهاية حلقتنا لهذا الصباح، وخلونا احنا نكون بهذا الموضوع السعيد اللي يخليني صراحة واحد بس يفكر بهذا الموضوع بمجرد أنه يفكر بهذا الموضوع يبتسم ويكون صباح مليء بالمفاجآت. طبعا اليوم حتى نستضيف رياضية تحكينا عن أهمية الرياضة وعلاقة الرياضة بالسعادة وشون احنا ممكن نصنع السعادة. اليوم ويانا المدربة الرياضية بيلا عادل. صباح الخير عليك بيلا. النور. أهلا وسهلا. نورتينا اليوم. طبعا احنا اليوم بدنا نحكي عن السعادة واحنا مبتسمين، فهذا الشيء لازم يكون أساسي طبعا. أكيد بيلا، احكي لنا بداية، قولي لنا شون واحد يقدر يصنع سعادة من الرياضة؟ من الرياضة لما انت هسه قلت تخلق السعادة لنفسك، صح ولا لا؟ صح. فأنت الإنسان هو بيده يقدر يخلق السعادة لنفسه ويقدر يخلق التعاسة لنفسه. لما أنت الشعب العراقي دائما إذا تعرف لما يقعد من النوم الصبح معبس وماله خلق وعصبي وما يريد يتحاشى ويا أحد وما يريد لا يتريق ولا أي شيء، فأنت بيدك تقدر تخلق هذا الشيء. أنا أقعد الصبح أبتسم، أضحك بوجه الناس، أحكي وياهم، بهذا الشيء أنا راح أدخل طاقة إيجابية وأخلي الوياي هم يكون عندهم طاقة إيجابية. مو أنت ضايج وأني يعني إيش فاهم الموضوع؟ صح. طبعا هذا الشيء من خلال تمارين ممكن إحنا نسويها مثلا الصبح، مو
مو تمارين الصبح، يعني هو حسب الشخص، يعني حسب شغله، حسب دوامه، حسب بيته. مثلا انت لما تجي تفكر تروح للرياضه، شنو عالم الرياضه؟ شيء كلش حلو زين، يعني انت الطب تلقي مجموعه من الناس اللي حواليك تتمرن وتلعب مثلا اكو كلاسات تطب لها جروب تيم كلش حلو، فانت يصير عندك روح التحدي، فانت تقول مثلا هذا جسمه حلو، هذا عمره مثلا 50 سنه وعنده صحه جيده، وهذا جسمه عضلات وعنده هذا، فيقوم انت هم عندك هذا الروح اللي تحدي، ان ليش هذا عنده ليش مو اني، فهذا مو غيره بالعكس هذا تحدي، فانت تقوم تفكر تجي للتمرين بس على مود يصير عندك صحه جيده وعندك هاي السعاده انه اني هم اريد اصير حلو، اني هم اريد اصير صحه جيده، واني هم اصير فاهم انه يعني بلا. احنا اليوم ما بدنا نحكي عن تمارين، احنا بدنا نحكي على فد جو فد اتموسفير ممكن الجو. احنا نغيره من نروح للرياضه مثلا نروح قاعه الرياضه يعني. ممكن احنا نشوف اشخاص نحكي وياهم طبعا هو يصير حكي يضحك، مثلا قلت لك الكلاسات كلش حلوه، اكثر شيء الكلاسات هي تخلي السعاده موجوده بالرياضه. فانت مثلا لما تروح قلت لك انه لما انت تكون ويا التيم دا تتمرن او دا تسوي رياضه او دا تسوي سواء اي شيء، مثلا اكو ناس تحب لعبه كره القدم، اكو يحبون الطائر، اكو يحبون السباحه، مو الا شرط الا الرياضه بس يعني هذا طبعا. احنا اليوم مثلا شنو هي ممكن شغلات نسويها، ممكن تكون تمارين همنا تخلي مثلا الهرمون السعاده يزيد عندنا، او هو مثلا حتى اذا كانت مثلا الركض او المشي، حسب الانسان، كل واحد يحب شغله. مثلا اكو شباب يحبون التمارين الحديد على مود جسمهم، هذا الشيء حيحس انه بسعاده انه دي يسوي شيء لنفسه للمستقبل، يعني مثلا جسمه يسوي حلو يعني يشتغل عليه، فهذا الشيء هم سعاده، يعني انت اذا تروح المكان اذا تسوي شيء ببالك، فهمت شلون؟ اكثر الشغلات اللي تحس بالسعاده بها واني شخصيا احبها الزومبا والايروبيك، هاي كلاسات اللي تكون جروب. يعني انتم تسوون كرياضيين، انت كمدربه رياضيه، هل اكو ترويج لرياضات محدده على انها تساعد بالتخفيف من التوتر؟ او تعرفين مثل ما قلتي انه الشعب العراقي بسبب المآسي وبسبب الضغوطات اليوميه اللي يفوت بها انه هو مجبور انه ما يكون سعيد، فهل اكو ترويج لانواع من الرياضه انه هي تخلي الشخص شويه ينسى هذا التوتر او يخفف على الاقل من التوتر اللي عنده؟ حسب قلت لك حسب الشخص اللي هو شنو يحب يسوي. انا مثلا واحده من الناس اللي قلت لك احب كلاسات الزومبا او كلاسات العامه مثلا، هذا الشيء يخلينا نشعر بالسعاده. ليش؟ لانه انت تتمرن وتلعب ويا فالتيم وكله ضحك وحركات جسديه، جسد كله يتحرك والاغاني. ممكن هاي الرياضه اللي هسه نشوفها على الشاشه هي الزومبا اللي يكون بيها شويه حركات مو بس تمارين، صح؟ تلاحظ يصير بيها ضحك ويعني مو بيدك انه الصياح تعيط وكل هاي الامور، فاي هذا شيء كلش حلو. زين اكو همنا رياضه اسمها رياضه السويديه اذا ما اكون غلطان، هل هو نوع من التمرين برقص وهذا الشيء هل يخفف من التوتر؟ قصدك الايروبيك؟ ايروبيك كل شيء اكو، بس هذا كله يعني بيتعب بس بنفس الوقت همنا حلو، يعني تحس بسعاده شويه. زين من هم الفئات اللي يعني مقبله الى هذا النوع من الرياضه؟ او منو تشجعون اكثر شيء؟ او هو لكل فئات العمر؟ لا لكل فئات العمر تقدر. انا هوايه كان اكو يعني لما كنت ادرب البنات كان اكو هوايه كبار بالعمر، يعني ما شاء الله عليهم كلش كانوا صحه جيده ودا يتمرنون وجسمهم تحسه خفيف يعني، فهذا كله ياثر اكيد. اذا اليوم مثلا الشخص ما قدر، احنا هسه كنا نحكي ممكن اشخاص عندهم شغل، همنا قبل كم يوم كان هاشتاج عن الرياضه المفضله، فاكو اشخاص مثلا يريدون يمارسون رياضه محدده او يريدون يغيرون من مزاجهم، لكن الروتين اليومي اذا كان العمل، اوقات العمل، التزامات المنزليه ما تقبل بهذا الشيء، فشنو هو ممكن انه احنا نسوي داخل البيت ويخفف من التوتر؟ داخل البيت اول شيء يسوي يشغل اغاني، يشغل الاغاني تمام. ولما انت حلو جدا يعني كلش انا احب هذا الشيء، يسوي يعني اني مثلا لما اكون بالبيت ومثلا تعزيلات البيت والتنظيفات وهاي، فانا شو اسوي؟ اروح اشغل اغاني حماسيه حتى اني اتحمس اسوي هذا الشيء، مرات يصير رقص مثلا اقوم ويا الزومبا مثلا الزومبا يعني ارقص وهاي، فهذا الشيء حلو. فتقدر مثلا لما تكمل تنظيفات البيت تقدر مثلا اذا انت عندك وقت معين تسوي تمارين البطن، تسوي لك هاي الشغلات. هاي الشغلات حلوه. يعني اكو دراسات تقول تمارين الزومبا خاصه
يعني اثبتت علميا انه لها تاثير ايجابي، تشوفين انه الفرق مثلا من الكوسمر او الشخص الرياضي يجي يلعب هاي الرياضه ويطلع، هل تشوفين انه اكو المود مالته تغير او اكو فتشي تغير بي؟ اي كلش، يعني انا هوايه لما كانوا يجون البنات اقول لهم يلا امشوا بنات على الزومبا، فاكو بيهم ما بينا حيل ما نريد، فمن اني اطلب، اني عندي هذا الروح السعاده البيه ودا اترسها ويا الكل، الضحك والمثل هذا، مثلا هسه انا دا اصيح واعيط مثلا واضحك وهاي، ف تطلعين هنا الغضب اذا كان عندك كل التراكمات لا اراديا، انت هسه لما تشوفها تبتسم مو بيدك، فتتباوع يعني على الشغله وتقوم تضحك، فهذا الشيء حلو يعني ياثر اكيد. ايش قد يعني كلش حاب رياضه الزومبا، كانت قبل يسوون كلاسات فقط للنسوان، اليوم بدنا نشوف اكو مثلا اقبال من قبل الجنسين يعني حتى الذكور. شوف هو احنا هسه صرنا بقرن 21 صح ولا لا؟ فبهذا وقتنا ما دام احنا ايام زمان ما كان عندنا هذا الشيء، كان ولد وحد، بنات وحد، كل شيء. هسه صار عندنا القاعات هسه صارت شويه مختلطة. تتطور، صار اكو مختلط، هسه اكو حتى مسابح مختلطه صار عندنا. فللمستقبل هو اصلا احنا اساس اللي اثر في الرقص الزومبا كان ولد. صح. كان ولد هو اللي مأثر هذا الشيء. فليش بالدول الاوروبيه عندنا وهنا لا؟ يعني اذا صار للمستقبل هذا الشيء فهذا الشيء كلش حلو عادي يصير، بس هو همنا للبنات يميل للزومبا اكثر شيء. للبنات لانه تحركاتها مثل ما تشوف يعني بيها رقص بيها اكثر، بيها رقص، بيها ليونه، بيها حركات جسديه يعني وميوزك، فهذا الشيء الولد ما مايل إلى كلش، اكثر شيء يعني الولد يحبون الكتله العضليه شلون تكبر ويكبرون السكس باك بناء اجسام، يعني مو ببالهم مثل الزومبا وهاي الامور. زين تشوفين انه اكو تزايد بالاطفال على هاي الرياضه او اي اكو؟ نعم اكو هوايه، يعني شوي شوي قاعد تتطور اكثر يعني، لانه صار هذا الموضوع عادي يمنا، فالكل قاعد يشارك بهذا الشيء. زين بلا انت اليوم شنو نصيحتك لكل شخص ممكن يريد يخفف من توتره او يريد يغير من الروتين مالته من خلال الرياضه، شنو نصيحتك له؟ شوف احنا العراقيين عامه نحب الدولمه ونحب الكباب ونحب هاي الاكلات الطيبه، يعني انا ما الومهم لما يحبون هاي الاكلات وما يريدون يتمرون لان ما لهم خلق يتعبون نفسهم. لما اني ادخل هاي الرياضه سبق انا هسه قلت لك يصير عندك روح التحدي، لما هو هذا مثلا واحد عمره 50 سنه بده يقدر يتحرك ويروح ويجي وانت اللي قاعد ما لك خلق بس تاكل. فالرياضه كلش تاثر علينا، اكثر تاثيراتها ينظم وقتك، ينظم وقتك بالنوم، لما ماكسيموم اذا تنام للوحده تقعد اكيد ساعه بالتسعه بالعشره صح، تتريق مثلا تكمل شغلك اذا عندك شغل او شغل البيت او اي شيء، هاي الساعتين اللي تقضيها بالرياضه اكو فشي حيتغير، فاهم شلون؟ يعني لما انت تكون مضغوط من الدنيا، مشاكل ومشاكل ماليه ماديه اي شيء، فانت من تروح هذا المكان قلت لك لما تختلط ويا هاي الناس والضحك والشقه، واكو ناس يعني حتى المدربين هم لهم تاثير لما هو يشجعك على هذا الشيء صح، والناس اللي وياك هم راح تشجعك. بالله حكيتي فد شيء بس اريد اقاطعك، يعني اكو وقت او يعني ساعات محدده ممكن احنا نلعب بيها او يكون تاثير الرياضه اكثر ايجابي علينا؟ ممكن تكون الصبح او شوف للناس اللي تريد تخفف وزنها تمام تقدر الصبح على الريق يعني قبل يتمرنون، واكو مثلا اكو بالعصريات اكو الظهر يعني ورا الغداء، بس يعني ماكسيموم اذا تريد تبني عضل ورا وجبتين او ثلاثه انت تقدر تتمرن احسن. بس كتغيير مزاج او تغيير المزاج باي لحظه تصير، يعني هسه انا طخت براسي اني ضايجه اريد اروح اتمرن، اريد اروح شويه اني من اعصب يكون معصب يروح للجيم، اني من اعصب اروح اضرب البوكسينج شويه وبعدين راح اروح اسوي زومبا لان هذا الشيء خليني ارتاح. فيعني بهذا بلا شنو رسالتك الاخيره للبنات اللي مترددين يدخلون الى مجال الزومبا او الرياضه؟ مترددين يدخلون يعني اقول لهم انه خلي يجربونه تمام، يجربون هذا الشعور يعني لانه حلو، يعني انت قضي حياتك كلها هسه الدنيا صارت كل شوتين صح، يعني كل مطاعم، كافتريات، اراقيل، طلعات، يعني بيت، انترنت، سوشيال ميديا، بس نرجع ماكو اي شيء ثاني دي يسوونه، فهذا الشيء اذا يسوونه هم حلو لصحتهم، هم الجسم حلو، وبنفس الوقت
يكون بصحه جيده وبسعاده اكيد يعني. طبعا بيلا كنت ويانا اليوم، نشكرك هوايه، حكينا عن اهميه الرياضه بحياتنا وشلون احنا ممكن نخلق السعاده. السعاده ما تجي بس بشغلات ممكن اني اشتريها، لكن ممكن اني مرات اسوي السعاده انا اخلق البيت. السعاده لنفسي صح. شكرا جزيلا كنت ويانا اليوم صباح شرقية. شكرا. مشاهدينا احنا طبعا حكينا بهواي شغلات ممكن احنا نسويها حتى يعني نجيب السعاده، مو شرط بس احنا نشتري شغلات. فراح انتقل الى استوديوهاتنا بدبي الى رولا وضحى حتى نشوف التعليقات شنو يمهم. شكرا جزيلا لك زين، شكرا على الفقرات الحلوه. وبالفعل الرياضه من احد اهم الاشياء اللي تخلينا نطلع من الجو المشحون والسلبي واجواء ايجابيه يعني وحلوه. رولا شلون شو الرياضه؟ مثل انا حبيت انواع الرياضه اللي اليوم شفناها ويا بلا، لانه فعلا هذا اللي خصوصا اللي مل انه يروح يسوي تمارين واجهزه وشي صحيح. يروح يسوي له ساعه موسيقى حلوه، طاقه حلوه، خلصت ان كان الصبح بعد الظهر بالليل. وفعلا الرقص من احلى التمارين اللي ممكن احنا يمكن ننساها، ممكن نسويها بالبيت ويا عائله ويا اخواننا الصغار. بغض يعني النظر يعني رولا تعرفين نطلع صح من الجو المشحون والسلبي، وبنفس الوقت نحافظ على صحه ورشاقه جسمنا. طبعا ارجع اذكر بالهاشتاج مالتنا لهذا اليوم، شنو هو الشيء اللي تشتريه ويخليك تحس انه انت سعيد؟ فاكو اجابه طبعا حبيتها، اي حاجه تفرح ابني، سياره، لعبه، حلويات، اي شيء يفرح به حبيبي الغالي. شكرا جزيلا لكل امهاتنا، الماما والام كماتينا انت رولا، لانه ما توانوا لحظه واحده ان يخلقون السعاده بقلبنا ويخلونا سعداء. والله فعلا يعني انا من اكثر الاشياء اللي همنا اللي كنا بدنا نحكي بها قبل الحلقه صحيح. لما شيء يسعدنا او يجينا خبر حلو دائما نحب نفرح اهلنا، ولهذا السبب قلنا كنا نسال بعض من اول شخص تحبين تروحين تقولي له شاركنا الاجابات. الاجابات اثنيناتنا اتفقنا انه امنا اول فعلا. انسان نقول له الشيء اللي يفرحنا ونحبه هو امنا. ادمعي راح تنزل انا كافي. ولهذا السبب من الاشياء اللي فعلا اكثر الافلام اللي شفناها ضحى بالعالم واثرت بينا ان كان عمرنا صغير ان كان نتذكرها هو البيرسوت اوف هابينس، الفيلم اللي فعلا انا يعني اعتبره من اكثر الافلام اللي بقى محفور بذاكرتنا من عمرنا الصغير الى ان الى حد الان اخذ هالحيز بذاكرتنا. شفتي الموفي تذكري؟ والله ما اريد يعني اكذب على الناس ولا اريد اكذب عليك، بس انا ما تابعتها. خلاص بعد الحلقه بعد الحلقه لازم تشوفيه، بس اهم شيء تشوفيه وحده لانه حتكتين دموع كل زين. فاليوم بفقره يوتيوب راح نشوف ونعرف اكثر على The Pursuit of Happiness اللي هو من اكثر الافلام من هوليوود اللي لاقى حيز كثير كبير عالميا واجتماعيا، السعي عن السعاده او البحث عنها. هو فيلم مستند عن قصة حقيقية من بطولة ويل سميث وابنه جايدن، لما كان من أكثر الـ يعني كان حتى عمره صغير ومن أول التجارب اللي عاشها جايدن والناس عرفتها عن طريق هذا الفيلم. القصة إذا تذكرون الناس اللي شافوا الفيلم، هو عن البطل واجه العديد من التحديات والمشاكل من عمله، واضطر لفترة بالبقاء بأحد حمامات مترو الأنفاق، ثم اتجه إلى السكن في مأوى المشردين. كريس كان متدرب بأحدى الشركات لفترة مؤقتة، آخر يوم له دعي للقاء مع مدرائه بعد الفترة اللي هو قضاها في هذه الشركة، وحاول انه يثبت وجوده حتى ينال اعجاب المدراء ويحصل على الوظيفة بشكل دائم. اللقطة او اللي راح نشوفها اليوم هي من اهم اجزاء الفيلم، وراح نترككم مع واحدة من اجمل مشاهد السعادة بهذه القصة.
ضحى، أنا أتذكر لما شفت الفيلم بعدها اللقطات موجودة بذهني وأتذكرها. هذه اللقطة فعلا يعني اختصرت كل الفيلم بيمكن 3 دقائق. فالبرسوت أوف هابينس من الأفلام اللي فعلا تخلينا نعرف شنو معنى السعادة واحتياجاتنا، شنو الأساسيات اللي إحنا نحتاجها حتى نكون سعداء، وكل الموضوع كان العائلة. رولا تتحمسني ورا يعني ورا الهواء عندي شغل اسويه، فشكلي راح اعوف كل شيء وحقعد اباوع الفيلم لان كلش حمستني بصراحه. كومنتات كثيره، نشكر هواي تفاعلكم، هواي ناس كاتبين شغلات مختلفه، اكو ناس كاتبين كتب وهاي الاجابه بصراحه اسعدتني وفرحتني، اكو ناس كاتبين كاميرا واعتقد على مودي مارسون هوايتهم المفضله اللي هي التصوير، اكو ناس كاتبين الصراحه ما ادري، وان شاء الله بعد الحلقه يبداون يراجعون شغفهم ويعرفون شنو الشيء اللي ممكن يغير مزاجهم لما يشتروه. طبعا مثل كل يوم تبارك من بغداد وياها ضيف مميز ومتألق في فقرة اللي ينقلون لنا مواضيع مختلفة بطريقة جدا جميلة وبروح عفوية. خلونا نرحب تبارك. تبارك تسمعيني؟ صباح الخير عليكم وصباح الخير على كل مشاهدين صباح الشرقية. تبارك اليوم موضوعنا جدا حلو، شنو الموضوع اللي راح يكون من عندك من بغداد اليوم، خصوصا انه احنا شفنا اكثر من اجابة على موضوع السعادة؟ طبعا احنا اليوم موجودين بداخل المكتبة، مثل ما تشوفين ورايا انه مكتبة جدا حلوة ومرتبة، وهذا صاحبة هاي المكتبة كان عندها حلم من الطفولة انه هي تكون امينة مكتبة، ومن كبرت الحمد لله قدرت تحقق هذا الطموح. طبعا اكو كتب عديده ومتنوعه، وبخصوص موضوعنا واي كتب تحكي عن السعاده وشلون ممكن انه واحد يوصل لهاي السعاده، فراح ناخذ جوله ونعرفكم على التفاصيل هاي اكثر. صباح الخير. صباح النور. شلونك علا؟ الحمد لله تمام. اول شيء نورتينا، بدايه حابه انه تعرفينا عن نفسك شوي. اسمي علا، ساكنه بغداد، حاليا فتحنا هذا الفرع الثاني، الفرع الاول كان بالحله. حلو. هلا احكي لي عن المكتبه، شلون كانت بدايتها؟ شلون اجتك فكره انه تسوين مكتبه؟ بدايتها اولا اني احب المطالعه من اني صغيره، كنا بالمدرسه كان عندنا درس اسمه المكتبات، كنا نروح للمكتبه. فمنها بديت احب المكتبه وامينه المكتبه اللي كانت موجوده بالمدرسه. فحلم بديت يعني اروح كل المعارض مال الكتب للصير، الى ان وصلت مرحله انه خلاص لازم افتح عني المكتبه. يعني حلو ده لاحظ هسه انه غياب هذا الموضوع انه المكتبات بالمدرسه مو مثل قبل، يعني قليل ما اشوف انه مدرسه بها مكتبه. هو هذا اللي افتقدناه هسه، يعني حتى هسه اطفالي من بالمدرسه ما عندهم هيك، فمن فتحنا المكتبه كان هذا هدفنا، ان نكون قريبين على الناس، قريبين على الشباب، حتى الاهالي يتذكرون، صار عندهم حنين لهيك مكانات. حلو. فيتذكرون من يفوتون مكتبتنا. شلون تاثرتي بامينه المكتبه بالعاده انت تشوفيها بالمدرسه من ترتب الكتب وهيك؟ بالضبط، انه حلو انه هي تعرف كل انواع الكتب، هي تنصحنا انه يا كتاب نقرا او نستعير، كنا ناخذ نستعير للبيت ايضا كتب. فأسلوبها بالتعامل مع الطلاب او القراء اللي يفوتون للمكتبه، كل هاي امور حلوه يعني نفتقدها هواية هسه. صح. على هذا لاحظ هسه بالفتره الاخيره صار موضوع القراءه الرقميه، انه بكبسه زر يطلع لك الاف الكتب، فش عجب انت اختاريتي انه القراءه الورقيه علما انه القراءه الالكترونيه صارت كلش منتشره اليوم؟ يعني صحيح، بس هواي مثل ما موجودين هواي يقرون PDF، هسه ايضا موجودين هواي يقرون كتب ورقيه. الكتاب الورقي له احساس، له طعم ثاني، انه حتى من نشجع على القراءه، من واحد لازم الكتاب، يعني اكو تشجيع، اي واحد يشوفه هو دا يقرا كتاب يصير فد حاله، فد عدوى يعني. صح. ايجابيه يعني بالمجتمع، بينما PDF يعني شعوره هو حلو، وشعور انه واحد يلمس الورق ويقلب بين الصفحات براحته، بالضبط، يكون الكتاب عنده ملكه. يعني هواي ناس يقولوا لا ما نريد نستعير، احنا نريد الكتاب نشتري عندنا، يكون يعني يصير اكو فد احتكار، فد احساس بالانانيه، انه الكتاب هذا مالتي، خاصه من يكون كتاب مؤثر بالشخص يعني ومطور من شخصيته. حلو، زين انت شلون تساعدين الناس اللي يجون هنا مثلا يختارون كتب، مثلا هو حاير بس انه مثلا يقول انا احب فلان مجال، شلون ممكن تساعديهم؟
هواي اهالي مثلا يجون يقول تقول لي مثلا انا بنتي عمرها 15 سنه 13 سنه اريد كتاب معين مناسب للعمر الامر صح. فهي الامور كلها احنا نتدخل بها اكيد، يعني احنا اكو كتب بنبيعها للعمر اقل من 18 سنه، يمكن احيانا يختارون كتب تكون مو مناسبه لهم. بالضبط، اكو حتى شباب يختارون كتب مو مناسبه. اقول له انت شنو شخصيتك، شنو ميولك انت تحب؟ اكو ناس يقول لا اريد كتب بها نصوص صغيره يعني، او اكو لا اكو حتى بالكتب الانجليزي يحبون يتعلمون مثلا، يريدون كتاب بانجليزي وبعربي حتى يطورون لغتهم، فيتجهون للكتاب حتى يطورون يعني لغتهم. كل شخص يختار على حسب ميوله والشغلات اللي يحبها. بس هنا يجي انه دورك مهم بمساعدتهم، خصوصا مثل ما ذكرتي الاعمار الصغيره انه يحتاج لهم توجيه اكثر. بالضبط، حتى الاهالي ما يعرفون شلون يبدون يعني. اكو ناس اكو شباب كبار بس يقولون انا اول مره اريد اقرا بس اريد تنصحوني بكتاب اقدر ابدي به. حلو هذا الاحساس انه انت تتعايشين ويا الناس ويا نفسياتهم، تقدر انه تساعدهم ويا نفسياتهم ويا يعني نساعدهم صح بطريقه غير مباشره يعني. حلو، زين اريد اعرف انه هم عندكم مكتبه رقميه لو بس هذه المكتبه؟ لا احنا ما عندنا مكتبه رقميه، بس عندنا مثلا نحب نوصل لكل القراء حتى لو كان PDF. مثلا عندنا اجهزه الكندل مثلا، يعني هاي من الامور اللي يقرون بها بس بنفس الوقت بشكل صحي، لانه هي تكون يعني ما تاذي العين خلينا نقول. فاحنا ما عندنا مشكله ويا كل القراء، المهم يقرون يعني. حلو، هسه ما شاء الله نشوف انه المكتبه واسعه وبها هوايه كتب، فاريد اعرف من شنو اكثر انواع الكتب اللي موجوده هنا، يعني انواعها تاريخيه، تنميه، نصوص، شنو الشغلات الموجوده؟ عندنا تقريبا نحاول نغطي اغلب الاقسام واغلب المستويات اللي موجوده بالمجتمع، مثل كتب التاريخ مثلا، كتب التاريخ، كتب السياسة، كتب التنمية البشرية، عندنا كتب الفلسفة، روايات. بما أنه إحنا سيم قسم التاريخ، ريد تشوفينا كتب اللي تحكي عن التاريخ. حقيقة تاريخ العراق تاريخ كلش حافل بالإنجازات، بتفاصيل وقصص هواية يعني، حتى عن القصص اللي بين الناس والأمثلة الشعبية اللي كانت ببغداد وبين هاي البيوت والشناشين. ذكرتيني بشغلات البغدادية أيضا. عندنا مثلا هاي مثلا من الكتب الحلوة الأغنية البغدادية الستينية، حلو، فيحكي أيضا عن الأغاني العراقية القديمة يعني. أكو كتب ممتعة يعني. شنو التفاصيل اللي موجودة به؟ يعني يحكي عن ألحانها لو عن كلمات. عن كلماتها وشون صارت وهيجي أمور يعني. عندنا كتب يعني مشكلة كتب التاريخ حتى تلقين بها أجزاء كبيرة تصير، لأن قد ما أكو إنجازات عظيمة. هواي أكو شغلات ممكن يعني ما يكفي كتاب واحد. بالضبط. تحتاج واحد يتوسع أجزاء أكثر. بها جزئين ثلاثة يعني. عندنا مثلا هذا من الكتب الحلوة حيل، لأنه كتاب فخم جدا، بنفس الوقت بصور من الماضي. حلو. يعني هو اسم العراق صور من الماضي. حلو، تقدرين تشوفين على الكاميرا بس تعكسين الكتاب وتقلبين بيه من فوق. يعني يفيد اللي يجون اكو عراقيين عايشين برا حتى ما يعرفون لغة عربية، يعني يكون يعرفون بس انجليزي، فياخذون هيك كتب لان هي اصلا مكتوبه بالانجليزي والعربي. الحقبات القديمه وصور دلاحظ كلش قديمه يعني، من الستينات وهيك. كلش قديمه اي، بس الاسواق البغداديه، البيوت، طريقه حياتهم، يعني كلها موجوده بهذا الكتاب. بالضبط، هاي النخل، المكانات، الاماكن البدويه، الريف. بنفس الوقت هو ممتع يعني وبسيط، ما بي كابشنات اللي هواي لازم تقرينه، هيك شيء بسيط. حلو، تشي صور وعلى كل صوره يحكي عن هاي الصوره شو وقت يعني. حلو، تاريخ. زين شنو اكثر كتاب مبيعا من بين هذا القسم؟ يعني اكثر شيء الناس يطلبوه او تحسين انه يجذبهم اكثر؟ اكثر شيء الناس يطلبوه ملحمه قلقامش، من الكتب المطلوبه. حلو، تاريخ يعني العراق. من تاريخنا اللي المفروض احنا انه دائما انه كنا نكون مطلعين على هذا الموضوع، على هذه الملحمه. صحيح، اضافه الى كتب تاريخ العراق، يعني اي شيء يخص حضاره العراق يحبون كلش يعني. اكو حتى طلاب ماجستير ياخذون هاي الكتب كمصادر يعني. حلو، زين اريد اعرف منك انت شلون بدت وياك حب المطالعه والقراءه؟ يعني كانت هاي عندك موهبة انه انت من صغيرة لو من كبرتي اكتشفتي هذا الشيء؟ يعني انا من صغيرة ما كنت مفكرة انه ممكن افتح مكتبة بعدين، بس انا جيت احب المطالعة، افوت اروح معارض. كان قبل اكو معارض مو بس معرض بغداد، كانت اكو معارض بكل مكان، ذكر بالعظمية، بالجامعات، معارض ضخمة يجون بها يعني دولية، يجون بها دور نشر حتى عربية يعني. حلو، زين شنو الكتب اللي توفريها هنا؟ يعني فقط الكتب اللي موجوده هنا بدور النشر، لو ايضا اللي خارج العراق؟
لا لا، هي كل دور النشر بالعراق موجودة عندنا، ودور النشر اللبنانية، دور النشر مصرية، خليجية، أكو كل تقريبا كل أكو تنوع نشر. يعني حلو، أكو تنوع كلش كبير عندنا يعني. حلو، يعني الشخص اللي يجي يعني بباله أي شيء ممكن أنه يلقاه هنا. مرات يعني أكو يعني ناس تستصعب تروح الدور النشر بطول وقت تفتر، لأنه لا أكو شغلة ثانية، أنه ممكن إحنا نوفر أي كتاب يريدوه، ممكن ما يكون بالمكتبة موجود، ممكن إحنا نوفر إياه بكل سهولة يعني. حلو، يعني انت مختصره الوقت والجهد كله وجامعه كل الكتب من كل دور النشر، هذا شيء مميز يعني. بالضبط، وحتى سوينا قسم للاطفال هم حسب العمر، اكو حتى من عمر سنه الى عمر 12 سنه 13 سنه، فسوينا يعني حتى على الاعمار على الفئات العمريه، هذا هم موضوع مهم، كل عمر شنو لازم يقرا. حلو، بدي اشوف ايضا انه تقسيم المكتبه كلش مرتب، حاطه كل جزء واحد، التاريخ واحد، بدنا نشوف هنا الفلسفة ورانا التنمية، فهذا الشيء يمكن يشجع القارئ شوية ويجذبه أنه في شيء مرتب يعني. حقيقة أريد تحكي لي عن هذا الموضوع شوية. أي حقيقة إحنا هدفنا وحلمنا إنه يكون عندنا أكبر مكتبة بالعراق. إن شاء الله يا رب تحققون هذا الطموح. ليش ما نكون مثل ألمانيا، مثل الإسكندرية، مكتبات ضخمة، يكون يعني خلينا نقول محفل في مكان إنه نتباهى به. هذا حلمنا، ولهذا من بدينا من البداية إحنا مرتبين المكتبة وجامعين كل شيء بيها، يعني حتى أي شيء يطور، يعني حتى شغلات تعليمية مثلا ألعاب تعليمية للأطفال، مثلا أدوات رسم، أكو أمور تبارك تسمعيني، الترتيب ونظافة المكتبة أيضا يجذب. بالضبط، إحنا فقدنا هذا الموضوع، المكتبات القديمة كلها تراب. تبارك، يعني فعلا تقرير جدا جدا حلو، احيي هالمبادره الحلوه اللي فعلا مبينه انه هي شغف من الطفوله. ولهذا السبب عندي سؤال، بما انه الناس لما يعني هذا حب المطالعه يبدي ويانا من احنا صغار، شنو نصيحه الضيفه وياك للعوائل انه شلون ممكن ننمي هالهوايه، او شلون نقدر نشجع اولادنا بالبيت على المطالعه، وخصوصا بزمن التكنولوجيا مثل ما تطرقنا موضوع البي دي اف هسه صار اكثر باقل من دقيقه. حلو، طبعا عندنا سؤال لك من استديوهاتنا بدبي، يقول لك شلون ممكن الاهالي ينمون هذا الموضوع انه حب القراءه عند اطفالهم او عندهم فد ميول معينه، شلون ممكن انه يساعدوهم حتى يطوروه؟ مثل ما قلت قبل شوية، أنه عن طريق أنه خلينا ننطي الكتاب الملائم لعمره، لأنه أكو هواي أهالي ينطون كتاب أكبر من عمره أو أصغر كلش، فالطفل يستخف بالكتاب اللي منطيه إياه. أكو أمور ثانية مثل أنه ألعاب تعليمية، الألعاب التعليمية أو ألعاب الذكاء هي مسلية وبنفس الوقت هي تعليمية، تنمي ذكاء الطفل. ممكن نبدي بيها وبعدين ننتقل للكتب. الكتب أكو كتب كلش لطيفة، يعني أكو كتب حتى بها أصوات، أكو كتب بها عربي إنجليزي، صار أكو تطور بالكتب وشغلات جديدة حلوة، كتب بها رسومات، أكو هواي أمور بالعكس كلش تشجع، كلش تونس الطفل بيها، يعني مو بس يقرا يعني. اكيد طبعا، مثل ما شفت وياي انه كتب عديده ومنوعه يعني، والموضوع انه متشعب وواسع، يعني اذا نحكي بالمكتبه كلها يراد لنا وقت كلش طويل. طيب تبارك، طبعا شكرا جزيلا على مجهودك الرائع لتغطيه مكان اكثر من رائع ببغداد. طبعا الشعوب والمجتمعات تعمر بالعقول، والعقول هذه تزدهر وتتطور لما يكون اكو قراءه ومعرفه وتوعيه، فنشكر هذه المشاريع ونتمنى انه تزيد وتتنمى اكثر واكثر بالعراق، ونتمنى يكونون روادها همتين عددهم حلو ومقبول والناس تقبل على هذا الشيء من جديد. اكيد طبعا، ونتمنى لهم كل التوفيق، مثل ما نشوف احنا الشارع العراقي صاروا محبين للقراءه وللمطالعه اكثر من قبل، وصارت هواي ناس انه تلتجئ انه للكتب تريد تتعلم وتطور من نفسها، فحلو من نشوف هيك مشاريع مهمه وحلوه. شكرا جزيلا لك تبارك، وكل التوفيق لصاحبه المشروع. يعني فعلا ضحى لما بدي اشوف التعليقات على الهاشتاج اليوم، ويمكن راح ياخذنا لموضوعنا التالي، هو شنو الشيء اللي تحب تشتريه ويساعدك؟ الحلويات، يعني يمكن 4 أو 5 اجابات لها علاقه بالحلويات. ولفه الفلافل لو سمحتي، لفه الفلافل وانا اسمع قين لفه فلافل. فالتعليقات طبعا مختلفة، بس أهم شيء عندي أنه تدورون على شغفكم رولا، تدورون على الشيء اللي بالفعل
يسعدكم وتشتروا أو تحافظون عليه. من المعروف أن الشوكولاتة أو الشوكولات تحسن المزاج، لذلك يلجأ الناس لتناولها في لحظات الغضب أو الانزعاج كي تنخفض لديهم مستويات التوتر، ويصبح المرء أكثر استرخاء حيث تحفز الشوكولاتة إفراز هرمون السيروتونين المسؤول عن الشعور بالسعادة والاسترخاء. خلينا نتابع هذا التقرير التالي عن كيفية صنع الشوكولاتة من أحد المصانع في بغداد. صباح الخير عليكم مشاهدي قناة الشرقية وبرنامج صباح الشرقية. اليوم راح نتكلم عن السعادة وعن المزاج العالي، راح نتكلم عن الشوكولا أو الكاكاو. اليوم راح ناخذكم بجولة حتى نرفع شوية هرمون السعادة، فأبقوا يعني. اقبال كثير للناس على الكاكاو والشوكولاتة لانه هو يفعل هرمون السعاده لدى الانسان. وميوزك اي كلش حلو سر. كلش اي خاصه لا بالكيف اللي عندنا من الناس هذا بس ياكل شويه خاص من الكريب مالتني. يعني شفت هذا الشيء انه يجيك احد كئيب مثلا او ضايج او مزاجه شويه متعكر مجرد انه ياكل يمك يتحسن؟ مو قصه ياكل يمه، انما هو الشوكولاته بصوره عامه يفعل هرمون السعاده عند الانسان. في عندنا الشوكولا الابيض والشوكولا الاسود الداكنه. هلا في ناس بتفضل الشوكولا الاسود لانه هو بيجي فيه بوتاسيوم ومغنيسيوم وبيعطي طاقه وكثير طيب يعني. الاسود ايه الابيض يعني لانه الاسود بيجي فيه من 50 ل 85% من الكاكاو، بينما الابيض بيجي الاختلاف بينات ايه الابيض بيجي فيه من 30 ل 40%. شوكولاتة عندنا شوكولاتة أنواع وايت دارك وبراون، تمام؟ البراون هي يعني نسبتها أكثر من يعني نسبة مبيعاتها أكثر من. أي السويت البراون هو يعني أهم شيء. البيضة مثلا الوايت هي إيه وايت يعني تدخل بيه أهم يعني. أكثر نوع مرغوب هو البراون. اي سويت براون. هم تختلف في نسبه السكريات نسبه الكاكاو؟ اي اكيد طبعا السكريات بالبراون هي اكثر من الوايت والدارك. اي اكثر من الوايت والدارك. الدارك بيها يمكن يعني تقريبا 10% 15% السكريات. اي اكثر شيء عليه طلب شنو؟ هو البراون اكثر شيء. يقولون الكاكاو او الشوكولا يرفع من هرمون السعاده. تأكيد 100% طبعاً. ردة فعل الناس ردة فعل الزبون بعد ما يأكل الكريب ويصعد عنده هرمون السعادة. نعم طبعاً أغلب الزبائن هسه يعني حالياً صار عندهم وعي كلش كبير بحيث إنه الزبون من يجي يطلب أغلب الأكثر أو الأغلبية يطلب السويت اللي هو البراون تكون نسبة الحلاوات كلش طيبة خاصة يعني عند فئة النساء. كلش يحبون يعني هاي الشغلات وهو يعني هواي طلب عليها. البراون اللي هو الـ 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 الاقل سكريات ولا اعلى سكريات؟ لا الاعلى سكريات. الأعلى نعم نعم. بعدين يجي الدارك والوايت. هو اسمه يعني هرمون السعاده، يحفز هرمون السعاده. We'll be right back.
اي والله يا كل شيء نشتهي وجوعانين هسه نريد تجيبوا لنا شوكولا. لا يعني دائما هاي استديوهات اربيل وبغداد والتقارير تجي هيك يعني اكل لو شيف وفعجره يعني واحنا نكون بدنا ناكل وهنا ماكو اي ريحه اكل يعني حوالين الاستديو وهناك بالعراق يدزونا هسه اقول لها رولا على الراشي كان عندنا تقرير مره والشيف ديما كانت مسويه مره داينامايت شريمب فكلها شغلات لا يعني لا تذكرت الريوق مال كاهي وجيمر وهالسوالف فالوضعيه مأساه حاليا. عندنا تعليق يقول الشاي وبالفعل الشاي العراقي هواي يعني يعدل المزاج ويخلي الواحد يحس بسعاده. المشروب البارد مثل كوكتيل عصير وهذا بالفعل. الزوجه تحيه لكل زوجات الزوجات اللي قاعدين يتابعونا وربات البيوت. واحد قايل بهاء اندرسكور الفهادي اي تقريبا كاتب الزوجه ف خبر حلو. وهسه راح ننتقل للهاشتاغ. طبعا شكرا لتفاعلكم ويانا خلال هذه الحلقه من كل الهاشتاغز اللي شاركتونا بها على الانستغرام بصباح الشرقيه اليوم. فراح ننتقل للهاشتاغز. اختارينا التوب فور يعني اليوم كان ممكن نشوف اكثر بس شفنا اكثر من كل التعليقات حلوه. خلينا نشوف اكل شفتي نرجع لموضوع الاكل وخصوصا الحلويات بس لما نشتري بيت ها هي السعاده هو الاستقرار يعطي السعاده فلهذا السبب البيت دائما حسه سبب السعاده لانه نحس نفسنا مستقرين الله يرزق كل محروم آمين يا رب ونرجع للساره قالت لنا المكياج والملابس والعطور تجيب سعاده ومنو ما تجيب له سعاده هاي الاشياء خصوصا البنات وسمعت همينا ضحى تقرير او دراسه تقول انه الناس او البنات لما يروحوا للصالون حتى تكون عصبيه ترجع تكون بالضبط تشوف نفسها بالمراية مختلفه. واخر شيء ويانا هو اني بس اصرف فلوس ترتاح نفسيتي هذا الواقع. اول ما نروح للمول ونسمع صوت مال الكارت نتونس والسعاده والانشراح. واخر شيء خلينا نشوف اذا اكو بعد عندنا تعليق. مهره اذا اشتريت هديه لامي اكون حيل سعيده اسعاد الاخرين يعني جدا جدا حلو الله يخلي لك الوالده ويخلي لك عائلتك ويخلي لكم يا رب هالسعاده دائما ببيوتكم. تحية حب لكل الأمهات وتحية حب لكل الناس اللي تابعونا وكانوا ويانا بحلقة اليوم. العنوان كان فريد السعادة هو الشيء أو الشعور اللي كلنا نطمح أن نوصل له. يا رب كلنا نعيشه ونستمتع به وتكون حياتنا مليانة أمل وتفاؤل وسعادة. بالطاقة الحلوة نختم وياكم وإن شاء الله باقي يوم يكون أحلى وأحلى. وأضيف للكلام الحلو اللي قالته ضحى أنه دائما نحدد أهداف السعادة بطريقة جدا واقعية حتى نوصل للهدف الذهبي. يعني دائما اكو طريقة جدا بسيطة انه دائما اكتب اكثر اشياء او احلام او اشياء تجيب لك السعادة خليها اكتبها بخط ايدك لا تخليها على التليفون او تخليها بس مجرد شيء انه تتذكره لا اكتبها بخط الايد لانه بس نكتبها بخط ايدنا اكيد عقلنا الباطن وروحنا راح تسعى وراح تشتغل حتى تحقق هذه السعادة. شكرا لكم ونشوفكم على خير بحلقة جديدة من صباح الشرقية ونتمنى لكم يوم سعيد.